السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ ياكم من اخوات حمد دبسور دبسور. كيفكم شباب؟ بخير. طيب شباب، جيتكم في فيديو جديد عبارة عن يقين ما ادري وش اسوي، لكن ادري اني انا جاي بعد وقت وفترة طويلة جدا، ولكن انا مو جالس ما اسوي شيء، لا انا جالس اسوي شيء. انا ما ادري وش اقول، لكن تدرون وش صممت هالمرة هذه؟ وش صممت؟ القوا النظرة، شوفوا ورا وش مكتوب. تم بعون الله حمودي ستور تم الافتتاح. تعرفون وش حمودي ستور؟ يا اخي صممت لكم محل جيمنج، يعني راح يبيع لكم بلاي ستيشن 4، اشرطة فيفا وفورتنايت وببجي واشياء كلها. اقسم بالله يا شباب، قبل ما ابدا ما راح اسوي يا اخي اسمع يا شباب، ايش النامسه يا شيخ؟ شوفوا يا شباب، انزل تحت وحط لايك. ترى انا اقسم بالله يا اخي انا جالس اجيب لكم حاجات ما في اي احد في العالم يجيبها، فهمت كيف؟ المره اللي راح صممت لكم مسجد، اول شخص يصمم لكم مسجد في لعبه حرم السيارات، والان اول شخص يصمم لكم محل جيمنج في حرم السيارات اول مره في العالم. ترى محل خرافي، راح تشوفون كل شيء كل شيء. صممت لكم حاجات كثيره جدا جدا جدا، ف ليتس جيت ستارتد. فقبل ما نبدا خلني اوريكم، شوفوا هذا اسمه ما ادري ايش اسمه. شوفوا حمودي ستور تم بعون الله تم الافتتاح. يا الله تشوفون كيف؟ طبعا زي ما تشوفون قدامكم حمودي ستور، يقول لك هنا وقف اشتر شيء. ترى انا احتاج الفلوس. انا وش لا ليش لابس نظارات يا اخي؟ لازم تميلح يا اخي. ف شباب تشوفون يسار هناك، هذا ترى محل، لكن ما راح ادخله لين ما تحط لايك. تكفى جعل ربي يسعدك، وان شاء الله تجيب 100% في الاختبارات. اذا كنت متزوج جعل ربي يرزقك بكل شيء، اذا ما انت متزوج جعل ربي يرزقك بوحده روسيه حلوه جميله جدا. يا اخي يا اخي اسمع، شوف يقول لك خذ لك لفه، شوف فوق خذ لك لفه. فقبل ما ناخذ لفه يا اخي انزل وحط لايك. والله يا شباب اني تعبت، تكفون وصلوا المقطع هذا 10000 لايك. كم لايك؟ 10000 لايك. ما اطلبكم 50000 او 100000 لايك، ترى الحين 300000 مشترك. شوف المشي كيف. اي يو يو نيجا مان يا اخي، انا اسف انا اسف. شوفوا شباب عندنا قبل ما نبدا، شوف وش مكتوب فوق، مغلق للصلاه. مغلق لويش؟ للصلاه، ولكن انا راح ادخله. ليش بدخله؟ لان انا صليت وخلصت، فهمت؟ الحمد لله. فقبل ما ندخل المحل، عندنا هنا ريزر وانفيديا وكورزر واللوجيتك والبراندز، الشركات العالميه في الجيمنج، فهمت كيف؟ فيلا خلينا ندخل المحل. يا ربي والله اني انا متحمس اكثر منك. ليش؟ لاني انا صممت هذا. ترى جلست اكثر من ايش اقول لكم؟ يمكن 5 ايام. شوفوا شباب السلام عليكم يا حلوه. اسمع انت اكيد تعرفني. ليش تعرفني؟ لان انا اللي اعطيك الراتب، انا صاحب المحل، فهمت كيف؟ ولكل المشاهدين اللي يشوفون الان هذول اخواني، فراح يشترون من المحل مجاني، فهمت كيف؟ فشباب خلني اوريكم كل شيء بخطوه بخطوه. شوف ما راح لايك كثير لايك. شوفوا مكتوب ايش؟ من اجل صحتك وصحه الاخرين امتنع عن التدخين، فهمت؟ فهمت كيف؟ خلني اجلس زي الناس. اوكي. وطبعا يا الله يا اخي انا ودي انتحر، اقسم بالله انجاز جدا جدا عظيم يا اخي. لو الانتحار حلال، لو ايش؟ لو الانتحار حلال كان يا اخي. لا ما انا منتحر، لا ليش؟ شوفوا شباب صممت اجهزه بلاي ستيشن 4 في لعبه حرم السيارات، كرتون بلاي ستيشن 4. لو نروح قدام شوي بتشوفون كراتين امازون وعليه اسمي. شوفوا حمودي ستور وحركه في زبون جالس هنا. وترى في اشياء جدا حلوه في اليسار، لكن راح نروح لها بعد شوي. وخلني اعرفكم على يا اخي مو البنت قصدي، شوف وات ذا فاك. اجهزه بلاي ستيشن 4 مكتوب فوق، خصم لمده شهر واحد فقط جهاز بلاي ستيشن 4 999 ريال فقط لا غير. ويلا راح اوريكم حاجات جدا جدا حاجات جدا جدا حلوه. شوفوا اشرطة بلاي ستيشن 4، لعبة فورتنايت ب 150 ريال فقط، عندنا لعبة حرم السيارات ب 180 ريال فقط، عندنا لعبة فيفا ب 220 ريال فقط لا غير. فإذا تبي تشتري تعال للانستغرام، بتحصلون تحت برابط الانستغرام. شوفوا وعندنا هنا، شوفوا كيف الأشرطة والأشياء الحلوة الخرافية. يا لبيع والله إني أنا إنسان ناجح في الحياة، الحرامي سيارات وطيارات. اوكي بعد ما نروح راح تحصلون هنا ايش؟ كتب الفيزياء
وكتب الرياضيات للفضوليين. اذا تسال اذا كان سؤالك ليش حمودي صممت الكتب هذا، فخلني اعرفكم ليش. شوفوا يا شباب، ترى الحياه عباره عن تعليم، فمو الالعاب هي اللي حياتك. فاذا انت كنت تبي جالس اذا تبي تشتري لعبه، فقبل ما تشتري خلني اذكرك ان في اشياء اسمها كتب الفيزياء والرياضيات. يا اخي انا مش جالس اقول، يا اخي انسى اللي جالس اقول لك، بس شوف دققوا في المحل تدقيق لا يوصف. شوف اللي وراي يا لبي، الله 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 الله. شوفوا حطيت لكم شاشات، ثلاث شاشات، وعندكم ساعة فوق والصورة اليد، وتحت زي ما تشوفون ببجي والبلايستيشن 4، وعندنا طبعا العاب شوف فيفا، وعندنا حرامي السيارات، وعندنا ايش اللعبة جود اوف وار، وعندنا لعبة ذا ليتل نايت ميرز، وعندنا ايش ذا لاست اوف اس، وعندنا تمام تمام كمان عندنا فورتنايت اللي ما اعرف العبه ودي العبه، ولا عندنا بالاخير لعبة المزة الحلوة التوم برايدر وببجي. لا حد ينسى ببجي يا اخي، مالك الالعاب بكل شيء. لو نقرب شوي راح نحصل هنا عندنا جهاز بلايستيشن 4، وعندنا يدة الاكس بوكس مع بلايستيشن 4، ما ادري كيف لكن يا اخي طز يا شيخ. وطبعا عندنا هنا الشرطان البلايستيشن 4، الفورتنايت والحرامي السيارات وفيفا، وحطيت لكم هنا بودي جارد، راح اذا انت بتسرق حاجه راح يحطك البوكس في نص وجهك عشان ما تسرق، لان السرق حرام. شوف حطيت لكم هنا اجهزه، ويلا سلام عليكم. وراح اوريكم حاجه ايش عندنا ورا المحل داخل المحل. شفتوا حاجه؟ الله 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 يا ولد. شوف عندنا تياغو هنا الطفل البزر راح يلعب، جالس يلعب العاب. وعندنا هنا بوستر زي ما تشوفون ذا ليتل نايت ميرز، رايز اوف ذا توم برايدر، اوتلاست. يا اخي شوفوا خلني اعرفكم عليه، تراني انا اذا انت ما تعرفني انا اللي اصمم لكم مسلسل ليونيل رونالد. تعرفون تياغو؟ تعرفون صح؟ اي هذا انا. شوف جالس يلعب لكم فيفا، جالس يشكل التشكيله حلوه، وبعد ما يخلص من الفيفا راح يلعب لكم لعبه الحرامي السيارات وحمد جود اوف وار كل شيء. فالطفل اللي البزر هذا اللي تحت هذا، لا تفكرون ان هذا بزر او انه مسكين او انه انوسنت، لا ترى هذا اكبر شيطان في العالم. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ ببوريكم ليش الطفل هذا شيطان، اكبر شيطان في العالم. شوفوا تعالوا معي، تعالوا خليكم حزينين شويه. ها شوفوا الجثه اللي فوق هذا، هذا الرجال اسمه عبد الله، هذا الرجال ذا دخل المحل امس، فهمت كيف؟ دخل يبغى يلعب له لعبه، ولكن البزر اللي جالس يلعب تياغو الجميل هذا مو راضي يعطيه اليد، فتخانقوا صار بينهم الهده والخناق، وهذه الاشياء مشاجره من نوع تافه. وجاك البزر الصغير ذا وعطاه بقز في نص راسه ووداه فوق هنا، وداه وين؟ فوق هنا، والرجال هذا متوفي، فحطيته في الزاويه في زاويه المحل عشان ما حد يشوفه، فهمت كيف؟ وصممت لكم هنا كرتون مكتوب عروض التوفير، ترى في عرض خاص، ها اذا تبي تشتري العاب رخيصه تعالوا لتحت في الانستغرام. طبعا عندنا ورا البوسترات عندنا ملك الالعاب الرعب اوتلاست، عندنا انشارتد، وعندنا باتل فيلد 5، وتم افتتاح والاشياء وهذه، وعندنا هنا اجهزه بلايستيشن 4. طب خلينا نروح هنا، هنا زي الجدار اللي هناك، الشاشات ما غيرها، وهنا حطيت لكم جارد. طبعا نتعرف على الالعاب اللي فوق، عندنا ريزيدنت ايفل، عندنا ببجي، عندنا فورتنايت، عندنا كول اوف ديوتي الموبايل الجديده. ف وعنده هنا الزبون هذا، تعرفون هذا وش فيه؟ هذا انسان مسكين ما عنده فلوس، فانا انسان كريم، انا راح اعطيه كل شيء اللي ابغاه، كل شيء مجاني، فهمت؟ علشان المحل هذا جديد وانا انسان يعني طيب من نوع ما. وهذا يا اخي جالس يشوف له العاب فوق ومسكين ويا اخي حزين، ودي انه يلعب العاب لكن ما عنده فلوس، فعشان كذا حطيته فوق هنا خليته يجلس وينتظر دوره علشان اعطيه العاب. عندنا هنا بودي جارد، وعندنا هنا صور السيت اب. شوف دققوا التدقيق في السيت اب هنا حطيته انا، خل اسحبوا عليه يا اخي. والصوره اللي فوق شفت الصوره اللي فوق هذه صوره توم برايدر، فاذا حاولت انك تناظره بالدقه راح تحصل الصورة هذه 3D. 3D خلني أعرفكم على 3D. 3D عبارة عن افرضوا هذه الصورة، إذا رحت من يمين تحصل الصورة غير، وإذا رحت يسار بتحصل الصورة غير. شوفوا دققوا معي، شوفوا هنا الصورة هذه تختلف، وإذا رحنا هناك الصورة هذه تختلف، بس ما أدري
يا اخي انسى طز يا شيخ. يلا خلينا نروح عند البنت هذه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فما عجبك اي شيء يا بنت؟ ليش يا شيخ ليش ما عجبك القيمه الفوق مكتوب جهاز بلاي ستيشن 990 ريال فقط يا اخي مجاني. يا اخي اعرف قيمته الاصليه 1000 ريال ولكن خصم ريال واحد يا اخي، ترى الريال كل الريال تنطح الريال الثاني، فهمت كيف؟ طبعا عندنا فوق هنا يقول لك لا تطلع من المحل، لازم تشتري شيء يطرمبه، خذ وقتك يا حلو. طبعا المحل اذا جينا في الليل راح يكون المحل غير، الاضاءات والاشياء هذا غير. خلينا نروح بعد شوي شباب، اذا تبون نلعب حياه واقعيه او مثلا العاب شيء بالفيس كام مثلا هذا وانا اتمالح وكذا، الاشياء جدا حلوه، ايش رايكم بالله يعني ايش رايكم؟ علموني يا اخي علموني. خلينا نروح الحين الان احول الوقت من النهار الى الليل، فيلا برجع لكم بقى. اوكي شباب حطيت لكم الان وقت في الليل، ف خلينا نروح المحل يلا تعالوا معي. شوف قبل ما نروح عندنا هنا حمود ستور والاشياء هذه وبابا، ويقول لك فوق خذ لفه، يعني زي النهار يعني ما افترق شيء، بس اشتغل الاضاءات داخل اللوحه. اوكي عندنا هنا رجل تافه في الحياه اوكي شوفوا بالله عليكم ايش رايكم بالاضاءات في الليل؟ لا والله لا 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 لا، شوفوا الخلفيه هذه صراحه والله شيء حلو، سووا لقطه الشاشه بالله ايش رايكم؟ امانه ايش رايكم يا اخي؟ هل استحق 100,000 لايك ولا لا؟ طبعا يا اخي اقسم بالله شباب انا حزين، تدرون ليش؟ لان انا اصمم لكم حاجات ما حد يصممها في العالم كامل، لكن خلي على الله يا اخي وش نسوي. طبعا زي الليل عندنا الشاشات هنا تتغير من لعبه الى لعبه ثانيه، عندنا كتيب هنا، عندنا بنوت هنا، وعندنا هنا الدميه الصغيره هذه. طبعا شوفوا المكتوب ورا ايش، لا تنسى لايك واشتراك وتفعيل الجرس، فهمت كيف؟ فانت اذا كنت تشوفني الان الغي الجرس وشغله من جديد، تكفون والله القناه اعتقد فيها حاجات خربانه جدا، ف سوي الحركة هذه وبس. الشباب هذا اللي كان عندنا اليوم، طبعا تكفون يا شباب الله يرحم لي والدينك، انا جالس اعيد اكرر الكلام يا اخي، وصلوا المقطع هذا الى ابعد عدد، اذا ما دخل ترند انا راح اتحطم والله، راح اتحول كورة، تعرفون كورة؟ كورة كبيرة كورة صغيرة، فهمت؟ راح اجلس اشوط نفسي مليون مرة في اليوم، ما ادري ليش لكن انا حزين، تدرون لان الدعم طايح في ذي الايام. واللي يقول ليش تسحب؟ ان شاء الله انا ما راح اسحب، انا سحبت كنت جالس اصمم لكم الشيء هذا، فهمت كيف؟ تكفون يا شباب، انشروا المقطع هذا عند كل الكومنتيترز، عند القنوات الثانيه، قولوا ترى في واحد حمودي صمم محل جيمنج في لعبه حرم السيارات و و و الى اخر شيء، ما ادري ايش جالس اقول، وبس اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وشباب اذا عندك اي اقتراح تبون اصمم لكم حاجات غير كذا اكتبوا لي تحت في التعليق، انا ان شاء الله راح اصمم لكم كل شيء اللي تبغونه، اي شيء ان شاء الله تجيبون لي اي شيء انا اقدر عليه، بصمم لكم كل اللي اقدر عليه، ولكن انا احتاج منكم دعم، بليز سبورت ماي شانل، اي نيد سبورت. اوكي شباب وهذا اللي كان عندنا اليوم، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي وبس، مع السلامه، باي باي، سي يو. السلام عليكم شباب كيف الحال؟ اسمعوا شباب ترى في زر السبسكرايب تحت، ان شاء الله تتعشى جنبه او ترقص فوقه ما ادري، اهم شيء انه ينضغط. باي باي.